أحسن الله إليكم. السائلة هاء فاء عين من عرعر تقول: ما وجهة نظري فضيلتكم في أن الزوجة تنشر أسرار زوجها وتشكو للناس بأنه يضربها ولم يحترمها ولم ينفق عليها ولم يقدم لها من طلبات المنزل، وهذا كله عكس الواقع، بل إنه يقدم لها كل ما تطلب بل بزيادة عن ذلك، لكنها هي تنشر هذه الإشاعات الكاذبة حتى أصبح الناس يكرهون زوجها ويكرهون أهله. ما وجهة نظركم في ذلك، وهل من توجيه لمثل هذه المرأة؟ أحسن الله إليكم. هذا من الغيبة المحرمة، أن تكذب على زوجها وتتكلم في عرضه وهو غائب، هذا من الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة، ولا سيما غيبة الزوج. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وما ذكر في السؤال هو من النوع الثاني من البهت، لأنها تكذب على زوجها فيما تقول عنه وهو غائب، فهذا إثم عظيم وغيبة قبيحة، فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم.